الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. تسمحوا لي ابدا بالكلام عن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. وليه هبتدي بالكلام عن الملك سلمان؟ انا بقالي فتره متخصص شويه في متابعه جرائم الاخوان، ليس الجرائم على الارض ولكن بشوف مخططهم الاعلامي، قاعد كده عاكف على دراستهم ومتابع ما بين السوشيال ميديا وما بين المواقع الخاصة وما بين التغريدات الخاصة بمن ينتمي إليهم في كل البلدان. يعني بقعد أدور كده وأشوف الجملة لما بتيجي في تغريدة بدور عليها في التلفزيون وبعدين بشوفها على موقع وبعدين بشوفها بيتم التناول إزاي. فهناك الآن كمين شرير للإيقاع بيننا وبين المملكة العربية السعودية. استعانوا في هذا الكمين بصراحة للأسف يعني لا بأجزاء من تحليلات لزملاء في الإعلام، بعضها قديم يعني في ظل وجود الملك عبد الله عندما أصابته وعكة صحية فكانت بتحلل الموقف وبترى من وجهة نظر الزميل إن الملك سلمان لن يكون مثل الملك عبد الله، وإحنا مش طبيعي إنه يكون زي الملك عبد الله. وكان بيحاول يفسر هذا الزميل، وأنا مش عايز أقول أسماء لأن مش القضية الأسماء هنا. وزميل عزيز آخر كان بيتكلم على دور السعودية في سوريا وحاجات كده في إشارات أخدها الإخوان، وأحد الزملاء اتكلم على أن الرئيس السيسي في إشارات إلى أن العلاقات مش زي ما هي لما قال إحنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا، بدون ما يشير إلى المملكة العربية السعودية غير بتقدير شديد للملك عبد الله. بس محدش وقف قدام الجملة اللي قالها، قال بعيدا عن الكلام اللي بتقال وعلاقات الدول ما بتتحسبش كده، بس محدش وقف قدام الكلمة والجملة الهامة دي وسابوا بقية هذا الكلام. هذا الرجل الذي يتحدثون عنه رجل شديد الوطنية شديد العروبة، ولكن ملهاش علاقة بيه، لا علاقة بالاستهداف اللي بيتم بمخطط. اتعمل هاشتاج رهيب للهجوم على الإعلام وتم ربط الفيديوهات بموقف الرئيس السيسي وقالوا ان يبقى فيه املاءات ويبقى الاعلام، طب انا من الاعلام اهو انا طالع عكس الاتجاه. يعني علاقتنا بالسعودية علاقة ازلية شئتم ام ابيتم، برامج تلفزيونية في قنواتهم عن تدهور العلاقات ويجيب لك تقرير لواحد مش عارف امريكي وواحد بريطاني وقاعدين يحللوا، ما هي لعبة لعبة. وبعدين يدخل بعض الاخوة السعوديين، ما اعرفش اذا كانوا سعوديين ولا لا لمجرد الاسماء او حاطين او لابسين الزي، ويروح شاتم في مصر وفي الاعلام وفي السيسي والحصالة والفلوس. المسألة اكبر من كده بكتير، اوعوا تستدرجوا، وانا هكلم العقلاء مش هكلم المستهدفين والمغرضين. العلاقة بين مصر والسعودية علاقة اكبر بكتير من هاشتاج او برنامج تلفزيوني. علاقتنا بهذا الرجل الوطني اللي شارك قواتنا في مواجهة الاحتلال في 56، الرجل الذي دعا إلى تكوين حملة لإغاثة المصريين بعد حصار السويس، هذا الرجل العروبي ما ينفعش حد يقرب له، وما ينفعش الملك عبد الله رجل عزيز علينا الله يرحمه ووقف موقف عظيم مع مصر، ولم يكن بمعزل عن الملك سلمان الآن، كان ولي عهده. والسياسات بين الدول ما بتتربطش كده، مش حد ليه كيف يلعب لعبة كده. أمن السعودية من أمن مصر، وأمن مصر من أمن السعودية، وقوة مصر طول عمرها قوة للسعودية، وضعف مصر ضعف للسعودية. فاللي بيلعبوا أرجو من زملائي إنهم ياخدوا بالهم من اللعبة، ونفكر مرتين ثلاثة. إحنا بنستغل في ناس أعدلنا وبتاخد هذا الكلام وبتشتغله بطريقة حقيرة غير أخلاقية بالقص واللزق. البعض بيقول لك احنا موضوعيين احنا بنتكلم بوجهة نظر، لا، في أوقات ما حينفعش فيها وجهة النظر خاصة في العلاقات مع الدول. الملك يغير من يشاء، يأتي بمن يشاء، ما نقولش احنا كنا بنحب ده كان بيحب مصر. يا جماعة ده سياسة دولة مش رئيس ديوان، هو اللي هيحط سياسه الدوله بحجم السعوديه ويقول لها تقربي من مصر او تبعدي، فلما يتشال رئيس الديوان تبقى السعوديه غيرت موقفها. الرئيس السيسي، مصر بعتت وفدين بعد وفاه الملك عبد الله، وفد ضخم وكبير برئاسه رئيس الوزراء، ثم الرئيس بنفسه توجه الى المملكه وكان هذا اللقاء الودي المحترم مع شقيقه خادم الحرمين الشريفين.
مصر والسعودية علاقتهما علاقة هامة جدا وأزلية. احنا مش عايزين ننجرف ولا حد يستدرج ولا يقرا تغريده فيفهم ان السعوديه بتقلب، ولا حتى اعلام سعودي يستدرج ويقرا تغريده فيفهم غلط يروح شاتم. خدوا بالكم انتم في قلبنا طول عمركم، انتم احنا اكتر عماله مصريه موجوده في السعوديه. كان بيروح المحمل وكسوه الكعبه من مصر للمملكه العربيه السعوديه، كان المدرسين والاطباء والمهندسين في السعوديه، ولما مصر كانت بتقول اي كانت السعوديه اللي بتمد ايدها لمصر. ولا ننسى موقف السعوديه مع مصر في حرب 73 ابدا، ودفعت ثمنه غالي وجزء مما يشهده العالم بسبب النفط، بسبب موقف المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه الشقيقه في حرب 73. خليكم فاكرين الكلام ده كويس، وما تخلوناش شويه مغرضين بتحركهم اجهزه مخابرات وبتجهز لهم المخطط يشتغلوا عليه. السعودية مهمة بالنسبة لنا مش علشان مساعدات ابدا، احنا نقدر نعتمد على انفسنا ونعمل حاجات كتير قوي، ومساعدات السعودية على الراس شكرا. ومفيش ملك ولا قائد الا ويعبر عن شعبه، فاحنا مدينين للشعب السعودي بانه وقف معنا وانه ساعدنا في ازمتنا الكبيرة. ولولا السعودية ما كان هذا الموقف الملتف حولنا كان قوة حقيقية بعد 30/6 ونقطة فاصلة موقف المملكة العربية السعودية. وأنا بقول المملكة مش الملك، لأن الملك يمثل المملكة، الملك في قلبنا لأنه كان رجل وطني عروبي فاهم قيمة مصر، والملك الحالي وطني وعروبي وفاهم قيمة مصر وهو يعبر عن هذا الشعب العظيم. فإياكم أن تستدرجوا أو تستدرجونا، لن نستدرج ولن نستطع هذه الأراضي المقدسة ومالكها وشعبها ان احنا نقرب لهم بكلمة، حتى ولو حاول الاعداء، حتى ولو انجرف البعض في حالة غضب او اندفاع، احنا دورنا ان احنا نبقى واعيين لده. اللهم بلغت، اللهم فشت.